بداية أخبارنا كالعادة من عند فريقنا اللي اختتم تدريباته النهاردة السبت استعدادا لمباراة سموحة بكرة الحد ضمن الأسبوع 21 لمسابقة الدوري الممتاز، بعد ما خاض الفريق مرانه الأخير بملعب النادي قبل السفر لإسكندرية للدخول في معسكر مغلق والمبيت هناك لمواجهة الفريق السكندري غدا باستاد برج العرب. وحرص البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني للزمالك على تحذير لاعبيه من فريق سموحه، وشدد ان الفريق السكندري يجيد الهجمات المرتده بشكل مميز وطالبهم بالتركيز الشديد عند الارتداد الدفاعي لعدم استقبال اي اهداف في شباكهم خلال المباراه واستغلال كافه الفرص للتسجيل. عقد البرتغالي جوزي جوميز جلسة خاصة مع الفلسطينية ياسر حمد مدافع الزمالك قبل مواجهة سموحة بكرة، وده بعد دخوله لقائمة المباراة وإمكانية مشاركته في التشكيل الأساسي بعد منح التونسي حمزة المسلوسي راحة من اللقاء ليصبح حمد مرشح وبقوة لقيادة الدفاع بجوار حسام عبد المجيد. وحرص جوميز على الحديث مع اللاعب والتأكيد على ثقته فيه وفي إمكانياته وطلبه ببذل قصارى جهدي علشان يشارك ويتمسك بفرصة التواجد في التشكيل فور حصوله عليها. بيدرس البرتغالي جوميز إعادة التونسي سيف الدين الجزيري للتشكيل الأساسي للزمالك في مباراة سموحة بعد استعادة خدماته وانتهاء إيقاف اللاعب اللي أدى غيابه عن مباراة البنك الأهلي الأخيرة بسبب تراكم الإنذارات، لكنه أصبح جاهز للمشاركة أمام سموحة وبيدرس الجهاز الفني إعادته للتشكيل الأساسي بعد تألقه في المباريات الأخيرة. حدد مسؤول نادي الزمالك الخميس المقبل موعدا مبدئيا للسفر للمغرب عبر طائرة خاصة لخوض نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها يوم الحد المقبل بالمغرب بعد لقاء الذهاب قبل خوض مباراة العودة يوم 19 مايو الجاري باستاد القاهرة. اختار الكاف الحكم الكيني بيتر كاموكو لإدارة ذهاب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، ويتواجد التونسي هيثم قيرات كحكم فيديو ويعاونه الجنوب افريقي توم ابونجيل والزامبيا ديانا، كما اختار كاف الجيبوتي محمد ياسين يونس مراقبا عما على المباراة. أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤول نادي الزمالك بتحديد الساعة 10 مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري لإقامة مباراة الزمالك ونهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.